السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم من جديد. نكمل شروحات الكليك لبناء سكريبتات CLI باستخدام البايثون. طبعا انتهينا من شرح الأوبشنز، الآن ننتقل إلى شرح جديد وهو الأرجيومنت. والأرجيومنت تعمل تماما مثل الأوبشنز، وطبعا الأرجيومنت كما قلنا هي require، أي يجب تمرير قيمها أثناء تنفيذ السكريبت الخاص بنا. وأيضا الأرجيومنت ليس لديها ميزات كبيرة مثل الأوبشنز، فكما رأينا في الفيديوهات الثلاثة السابقة للأوبشنز لدينا الكثير من الميزات التي يمكننا أن نضيفها على الأوبشنز. في الأرجيومنت إذا لم يتم تحديد نوع الفاليو فستأخذ تلقائيا نوع الديفولت فاليو، فكما رأينا سابقا في بداية الفيديوهات رأينا أنه يمكننا أن نعمل ديفولت فاليو، أي قيمة افتراضية. في حال لم يقم المستخدم بإدخال أي قيمة سيتم اعتماد تلك القيمة الافتراضية. إذا الأرجيومنت ستأخذ النوع ذلك، يعني إذا لم يتم تحديد نوعها سيتم تلقائيا أخذ النوع الديفولت فاليو. وإذا لم يتم تحديد أيضا قيمة افتراضية أو الديفولت فاليو سيكون النوع الخاص بالفاليو الخاص بهذا الأرجيومنت من نوع string، أي نص. وطبعا في صفحة الهلب عندما نكتب يعني بهذا الشكل مثلا python app.py بعد ذلك داش داش هلب بهذا الشكل، هنا في الارجيومنت يعني من سلبيتها انه لا يتم عمل لها document، يعني لا يتم شرح لها في صفحة الهلب تلقائيا، يعني يجب أن نحتاج إلى عمل ذلك يدويا. لدينا مثلا هنا هذا التطبيق وهذا السكريبت، هنا عبارة عن سكريبت بسيط يقبل argument واحد وهو الفايل نيم، وهنا نقوم بطباعة اسم الفايل نيم أو قيمة هذا الارجيومنت، وأيضا نقوم ب طباعة التايب الخاص بهذه الفاليو. نقوم بالتجربة python app.py ونكتب مثلا file 1.txt بهذا الشكل. كما نلاحظ هنا تم طباعة لنا اسم أو الفاليو الموجودة هنا لهذا الأرجيومنت وهي file 1.txt، ولدينا النوع string. فكما قلنا هنا اولا لم يتم تحديد اي تايب لهذا الارجيومنت، وايضا ليس لدينا قيمة افتراضية، لذلك القيمة التي قامت الكليك باخذها هي السترينج. نجرب هنا نعمل ديفولت فاليو بهذا الشكل ونكتب مثلا 5 ونحاول هنا الطباعة بهذا الشكل. سنلاحظ هنا لدينا ايرور، لماذا؟ invalid value for file name file 1.txt is not a valid integer. اذا الان التايب الخاص بهذا الارجيومنت قام باخذ التايب الخاص بالقيمه الافتراضيه، والقيمه الافتراضيه هي integer، لذلك هنا في الارجيومنت الخاص بنا يجب ان نمرر قيمه من نوع integer مثلا 1000. الان كما تلاحظون 1000 هو الكلاس integer. هاتي التي تكلمنا عنها، ننتقل إلى شيء آخر. وطبعا هنا نحتاج إلى أخذ اسم هاتي الدالة copy كي يتم تشغيل الدالة copy بهذا الشكل. لدينا هنا اثنين من الارجيومنت، الارجيومنت الأول هو source والارجيومنت الثاني وهو الديست، اي destination بمعنى المخرجات، وهنا source يعني المدخلات او المصدر. قمنا هنا بتمرير شيء اسمه an argument. الان argument يمكننا من خلالها ان نقوم بتحديد عدد الارجيومنت التي يمكننا ان نكتبها. إذا قمت بتمرير ناقص واحد فهذا يعني أنني يمكن أن أمرر عدد لا نهائي من الأرجيومنت. نقوم بتجربة، لدينا هنا هذه الدالة copy، ماذا تعمل؟ تأخذ قيم الأرجيومنت source والديست
وطبعا في كل مرة تعرض لنا move ثم الاف ان. الاف ان موجود في السورس يعني الفايل نيم، لاننا سنقوم بتمرير اسماء فايل نيمز افتراضية. وكما قلنا ناقص واحد هنا، اذا سنمرر اكثر من فاليو، لذلك هنا سنحتاج الى الفور. نقوم بالتجربة، مثلا فايل 1.txt، فايل 2.txt، فايل 3.txt، و الديستنيشن او الاوتبوت مثلا نسميه ديست، نسميه ديست بهذا الشكل. كما نلاحظ هنا move file 1 to folder dist، move file 2.txt to folder dist، و move file 3.txt to folder dist. كما لاحظنا هنا، اذا استطعنا ان نمرر اكثر من argument، يعني هذا argument واحد استطعنا ان نمرر فيه اكثر من value، وطبعا ذلك عن طريق الان argument وتمرير ناقص واحد. واذا قمنا بتمرير واحد هنا سيكون كما نلاحظ هنا لدينا يعني ثلاثة فاليو، والارجيومنت فقط نستطيع ان نمرر فيها فاليو واحد. نقوم بتمرير فاليو واحد بهذا الشكل، وهنا الان يعني لا نحتاج الى الفور مباشرة بهذا الشكل. move file 1 file 1.txt to folder list. وإذا مررنا ناقص واحد سيمكننا أن نمرر أكثر من value. بهذا الشكل. وكما نلاحظ هنا أننا أسماء هذه الفولدرات يعني هي من نوع string. كما نلاحظ هذه الأسماء هي ليست في يعني الكليك لا تتعامل معها على اساس انها فايلز، وانما تتعامل معها على انها اساس سترينج يعني نص عادي. ولكي نتعامل مع الملفات كما قلنا سابقا سنقوم بتحديد التايب. لدينا هنا argument اسمه input و argument اسمه output، وطبعا الانبوت التايب الخاص به هو فايل، وطبعا المود هو مود القراءة فقط read binary. ولدينا الاوتبوت نوعه ايضا فايل، والمود write binary. لدينا الدالة file operation تقوم باخذ الانبوت والاوتبوت. ولدينا هنا الحلقة التكرارية while true، وطبعا هذا الشرط محقق، اذا سيتم تنفيذ ما يوجد هنا. لدينا هنا chunk equal input dot read، أي الفايل الأول الذي نقوم بتمريره مثلا بهذا الشكل، لنفرض بهذا الشكل output file dot txt. إذا هنا الشانك equal input dot read، أي كأننا نقرأ الملف file 1 dot txt، نقرأ محتواه. وبعد ذلك if not chunk، if not chunk يعني بمعنى أن هذا الفايل لا يوجد، إذا لم تتم القراءة، إذا ليس لدينا المتغير chunk. إذا لم يكن لدينا متغير chunk سيتم عمل break، أي خروج من السكريبت. وأما إذا كان chunk يحتوي على قيمة، هنا لدينا output dot write ثم chunk، أي هذا الفايل output file dot txt سيتم فيه كتابة المحتويات أو المحتوى الذي تم قراءته من الملف input. لدينا هنا مثلا هذا الملف هنا command.txt سنقوم بتمريره command.txt، والoutput يكون مثلا test.txt، عفوا هنا file operation. كما نلاحظ هنا تم انشاء التست دوت تي اكس تي.
هذا الملف، وطبعا يحتوي على نفس المحتويات الموجودة في ملف commands.txt. وكما قلنا يعني الارجيومنت ليس لديها الكثير من الاوبشنز، هذه فقط الاوبشنز، اوبشن محدودة جدا. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، نلتقي في شرح جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.